جان هوفمان شغوف بالطهي، يحمل دكتوراه في الفلسفة ويؤمن بأن للبيئة حقوقا علينا، لذا يوزع في أمريكا مثلجات مصنوعة من مواد طازجة موسمية، مستخدما في مهمته هذه عربة هي الأولى من نوعها في أمريكا تسير على الطاقة الشمسية. اختار جان أن يسمي شاحنة أباكيريوس 101 لأنه أراد للناس أن يفهموا فلسفته، فأباكيريوس الأغريقي كرس حياته لإحداث فرق إيجابي في حياة الآخرين، ويفعل جان هذا بشكل أو بآخر من خلال تقديم طعام صديق للبيئة عبر شاحنته الصديقة البيئة. أنا مجرد شخص يتبع شغفه، أمضي الكثير من الوقت في الطبخ، لذا حين أكون في الطريق أسأل الناس إن كانوا يودون تذوق عينة مجانية مما نقدمه. يعتمد جان نظاما لتحديد المواقع موصولا بموقع إلكتروني خاص به، لذا بإمكانكم الإلحاق به أينما كان للاستمتاع بما يقدمه من أطيبة صحية يجول بها بعربة غريبة الشكل تجر وراءها ثلاجة تزن 800 باوند. وغالبا ما يتساءل من يراها إن كان بإمكانه الحصول على نزهة فيها قبل أن يكتشف الغاية الحقيقية منها. يصر الرجل في طريقته في الطهي وإعداد المثلجات على الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الفيتامينات، المعادن، المركبات النباتية، المغذيات والإنزيمات الأساسية اللازمة لجهاز المناعة. الأساليب التي أستخدمها متقدمة جدا. أستخدم مثلا عسلا خاما غير مصنع، وألاحق مواسم الفواكه حرصا مني على الجودة العالية. يمكن لأباكيريوس 101 أن تسير 20 ميلا في النهار معتمدة على بطارية واحدة، وهناك احتمالات مفتوحة لزيادة عدد البطاريات. طعام يحمل نكهة من الفلسفة والصحة ومراعاة البيئة، هذه هي حال أباكيريوس 101 التي يردد القيمون عليها عبارة أن الغذاء يبني المجتمع، أمر ينفذونه في الواقع من خلال التبرع ب10% من الأرباح لأعمال تساهم في تنمية المجتمع ودعم نشاطاته. رافي بوسيان، العربية، لوس أنجلوس، كاليفورنيا.